السؤال هنا وتساءل ايضا كثير من الأبواب، من اللي يدفن الاراضي؟ من هي الشخصيات اللي لا يتكلم عنها احد؟ هل نتعامل مثل قال الاخ علي المرزوق، نتعامل مع يانانوه ما نعرفهم، ام مع حرامي من الانس ما نستطيع ان نوصلهم؟ يعني الجيل الحالي والقادم ضايع، ضايع مستقبله، ولا توجد مساحات مخصصه للجيل القادم كما جاء بصفحه 121. فقد توصلت اللجنه الى عدم وجود خطه واضحه وملموسه للمساحات المخصصه لاحتياطي الاجيال القادمه. وانا اقول حيثها بشرى ساره لسراق الاراضي. قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وان كان قضيبا من اراك، يعني مسواك صغير بقته يا حرامي الله سبحانه يحاسبك عليه. فبالكم باراضي ما لا اول ولا اخر. يبدو ان البحرين لديها خطه لتهجير المواطنين الى القمر او المريخ، تحدي جميع المواطنين، تحدي جميع القوانين وضربها بالحائط كما جاء صفحة 122. تبين للجنة ان دفان بعض المناطق البحرية قد تم دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، كما تبين للجنة ان بعض الطلبات بالدفان تمت بعد الانتهاء من، يا سلام، عقب ما خلصوا ودفنوا راحوا يطلبوا شو ترخيص حق الدفان. سؤالي: هل نحن في مملكة الغاب؟ يعني لهالدرجة تحدي للقوانين ومشاعر المواطنين والمجلس التشريعي؟ سبحان الله. انا مستغرب يا اخوان في هالمملكة، في الوقت الذي يحول من يحول الى النيابة العامة انه تجاوز عليه تجاوزات مالية بدت ب2000 او 10000، وهذا شيء طيب ويشكر عليه، لكن نقرأ في التقرير ان التراب يوزع بالمجان على اصحاب المشاريع الخاصة، ايعقل هذا؟ قدرت خسائر خزينة الدولة من مشروعين في المحرق بمليار 800 مليون دينار بحريني، مليار 800 مليون دينار بحريني، والاسكان محتاج الى 500 مليون دينار بس، وتنتهي معاناة الاف الاسر. كما قالت الاخت سوسن الشاعر في عمود الاسبوع الماضي: اننا امام فوضى عارمة وخسائر فادحة للمال العام ونهب لخيرات هذا الوطن. هاي سوسن القربان. وسؤالي هنا: الا يجدر بالسلطة العليا في الدولة ان كانت حريصة على سمعة البحرين ان تقدم مسؤولين للمحاكمة؟ ان يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. اذا كانت السرقات بهذا الحجم، فان كلام جلالة الملك الذي قال: ارض لكل مواطن، يجب ان ننساه، والحل ان تحفر لكل مواطن حفرة في القبر ويدفن فيها احلامه واماله. والسؤال الاخر للجنة الموقرة: ماذا كانت تعمل لجنة الاسكان والاعمار التي وئدت في لحظة غامضة؟ في صفحة 347 من جدول الاعمال حقيقة مرة واغرب من الخيال، يقولون بان مجلس التنمية الاقتصادية غير مختص بالاراضي ولا يعلم عنها، والتسجيل العقاري خبر خير، وزارة المالية تتهرب رغم وجود قسم الاملاك فيها. سؤالي: من هو العبقري الفذ المسؤول عن سرقات الاراضي والبحر والدفان؟ والله عجائب ما يحدث في مملكة العجائب. بالرغم من المساحات الشاسعة التي سرقت، الان تأتي الاسكان لتقول عندنا شح في الاراضي ولازم نبني شنو؟ البناء العمودي، شقق، اي موتوا ايها الشعب في علب السردين المسمى بالشقق. والله ان هذا الشعب المسكين الطيب المبارك لا يستحق ان يعامل بهذه المعامله. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الارض طوق من سبع اراضين يوم القيامه، وفي روايه: يحمل ترابها الى ارض المحشر. اما الاسماك فاقترح على وزاره البلديات بالتعاون مع عائدات متاحف ان تقيم لنا متحف لبقايا الاسماك، لانها ستكون نادره بسبب الدفان الذي انخفض من 400 نوع الى 50 نوع حسب تقرير لجنه التحقيق. والله لكم يا شعب البحرين. وبالنظر الى هذا التقرير اجد انه يعني اللي يقرا التقرير بشكل مباشر او غير مباشر يتم الان تصحير البحرين بهذا اللفظ، تصحير. والتصحر مقبول في الحقيقة لو كان للصالح العام، أما أن يكون لفئة دون فئة أو فرد دون فرد أو أناس دون غيرهم فهذا غير مقبول. البوانيش يا جماعة، البوانيش تحكي مأساة عدم التخطيط. البوانيش أصبحت في الدوارات، البوانيش اليوم مني ويوم يحاصرونه خلاص، هاي تبين ان في مأساة في البحر. السمك من 400 نوع الى 50 نوع شاهد على المأساة، وهكذا. التوصية 5 تقول
الأجيال القادمة والاهتمام والانتباه للأجيال القادمة، وأي أجيال هذه؟ أجيال البشر، أجيال الجن، أجيال السمك، أجيال الهياكل العظمية، ما أدري يعني. هذه الأجيال التي نتكلم عنها اليوم لا تلزم بعد اليوم بالمعلومات في المدارس والجامعات بما يملي عليها أن البحرين 33 جزيرة، الثروات الوطنية وغيرها. المدرس الذي يعطي هذه المعلومات اليوم غلطان وألف غلطان. في صفحة 312 عملية الدفان والتجريف في المملكة مرت بأنواع وأشكال فيها، بس هذه المعلومات: القضاء على البيئة الساحلية المنتجة، 2 الحياة الفطرية راحت، القضاء على مصدر رزق الصيادين من عبور القراقير وغيرها، ارتفاع درجة حكارة المياه وانخفاض الرؤية، شنو بعد، انخفاض عام في صيد الأسماك وربما اختفائها كليا، هجرة الطيور وفقدان المناطق الطبيعية للبيئة الساحلية. أضف إلى ذلك تجاوزات للمعايير والضوابط في البيئة، الحفاظ وعدم الحفاظ على الثروة البحرية، سفط الرمال دون مقابل، التجريف دون رقابة، أضرار في الثروة البحرية، التراخيص لأناس دون أناس. لو كنت رئيس قبيلة في الجاهلية حيث الحياة الفطرية وبكارة الطبيعة لقلت: يا قوم ليس لكم مقام هنا، يا قوم ليس لكم مقام هنا، خلاص. أما عن من هو المسؤول، لا ما صرت لهم. من هو المسؤول، الجن أم الإنس؟ إذا الجن عندنا من يخرج الجن، وهذا التخصص تتفرد به هذه الأمة دون غيرها من الأمم. تقولون الجن والأنس، الجن هنا عندنا في المجلس من يخرج الجن، أما الأنس فأنتم أعلم به. فلم يبقى إلا الأدوات المطروحة، والأدوات هي الاستجوابات، هي الوصية الآن الاستجوابات. فالمباشر فأن الحكومة لم تنفذ أحكام القانون 20 بشأن حماية الشواطئ، هاي التوصية 3. يلا إذا خايفين من الاستجوابات كل واحد يستجوب ربعه عشان يخفف عليهم، لأن إذا أنت راح الاستجواب كل واحد بيقول كذا وكذا، والتوصية 20 عندنا 3 شهور ترد الحكومة، يعني انتهى المجلس. وإن شاء الله المرة الجاية بعد تقرير جديد، والمكاين تدفن رايحة ما في. وإحنا نتكلم الآن كم كيلو تبنى يا شيخ ناصر؟ آلاف الكيلو مترات، وكم راحة ونورانا مسكين، يعني سيد نورانا ونورانا خلاص. أنا أقول له إذا جاتك بنت سمها نورانا خلاص تمشي الأمور. فنرجو يعني الانتباه لهذه التوصيات، وشكرا. شكرا.